بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معادنا النهاردة مع الجزء الثاني من الإصحاح الخامس من سفر الرؤيا. هنقرأ مع بعض من أول العدد السابع لآخر الإصحاح. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر وكل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين أمين. هنا ما زلنا بنتابع الرؤية اللي شافها يوحنا للعرش الإلهي، وإزاي إن هو شاف اللي جالس على العرش، وفي وسط العرش شاف الخروف القائم كأنه مذبوح، وعن يمين العرش شاف السفر المختوم بالختوم السبعة، وما كانش يلاقي حد في السماء ولا مستحق ان هو يفتح هذا السفر إلا الخروف اللي ذبح من أجلنا. نكمل بقى بقية الرؤية، إن هو فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش. فالمسيح بصفته أنه هو قوة الله وهو حكمة الله، وله سبعة أعين هي كمال المعرفة وكمال الحكمة، هو الأسد في قوته، وهو أيضا في محبته وفدائه وخلاصه، هو كخروف أحب البشر حتى الموت، هو كل شيء، به كل شيء كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، هو الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح، له كل السلطان، هو اللي استحق أن هو ياخد السفر ويعلن أن هو وحده في إيده تدبير المستقبل. ده إيماننا إحنا كمؤمنين، بنؤمن أن المسيح في يده مستقبل أيامنا وحياتنا وكل أحداث حياتنا، ونحن في يمينه محفوظين. كل ما يخص أمورنا في الحاضر والمستقبل هو بيدبرها بيمينه القوية وبمحبته اللانهائية، إحنا محفوظين في عنايته لأنه هو ضابط الكل. يقول: ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قصارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. هنا بقى بنتعلم من السمائيين حاجة جميلة خالص، حاجتين مش حاجة واحدة بس، نتعلم التسبيح، ثانيا نتعلم السجود. السجود هنا ليه السمائيين لما خد السفر سجدوا وفرحوا وترنموا وسبحوا؟ عشان الخلاص، أخبار الخلاص، يعني ابتدى الخلاص يفرح البشر، فابتدوا يبتهجوا ويفرحوا بالخلاص. هنا بقى سجود السمائيين بيثبت لاهوت المسيح له المجد، لأن الملاك رفض أن يوحنا يسجد له، لكن الأربعة وعشرين قسيسا وجاماتهم مملوءة بخور هي صلوات القديسين سجدوا. فكل بقى الناس اللي ما عندهمش فكرة وينكروا الشفاعة، بنقول لهم اهي الشفاعة موجودة، لأن هؤلاء الأربعة وعشرين قسيسا بيسعدوا البخور ده هو صلوات القديسين.
واخدين بالكم؟ تقولي طب ما ينفعش البخور ده يخش أمام العرش على طول، ليه يمر على جماعة الـ24 قسيسا؟ هنا الشفاعة، هنا دور القديسين إنهم بياخدوا صلواتنا ويرفعوها قدام العرش السماوي. وعشان كده في طقس كنيستنا القبطية الجميل الكاهن بيلف بالمجمرة بالشرية في الكنيسة كلها ويبخر قدام الأيقونات ويجمع صلوات الشعب كله، وبعدين يدخل الهيكل يحط بخور في الشرية ويقول اقبل يا رب إليك صلوات واعترافات شعبك كرائحة البخور. إيه بقى الشبه بين البخور وبين الصلاة؟ حاجتين. أولا زي البخور كده ما بيتصاعد إلى أعلى، بنطلب أن صلواتنا أيضا هي كمان تطلع وتجد القبول أمام الله. وزي البخور ما ريحته زكية وجميل، برضو صلواتنا لما تكون صلاة حسب مشيئة ربنا بتبقى ريحتها جميلة وحلوة. فلو الصلاة فيها محبة وفيها تسامح وفيها مغفرة وبتاع تبقى مقبولة وريحتها جميلة وحلوة. لكن بقى لو قلوب مش نقية وقلوب فيها كراهية للآخرين وكده، فالصلاة بيقول عليها الكتاب المقدس مكرهة الرب، صلاة الأشرار مكرهة للرب. واخدين بالكم؟ وقد يتبادر لبعض السؤال نسأله برضو ونقوله، طب هو ربنا يعني ما يقبلش الصلاة بدون شفاعة القديسين؟ يعني هل البخور الـ24 قسيس بياخدوه يقدموه ده مش ممكن كده يخش على ربنا على طول؟ أقول لك، بص أقول لك على حاجة. يعقوب الرسول في الرسالة بتاعته يقول إيه؟ صلوا بعضكم لأجل بعض. طب ليه نصلي بعضنا من أجل بعض؟ طب مش كل واحد يصلي لنفسه، مش كفاية؟ أقول لك لا، ربنا بيفرح بالمحبة اللي بتوجد بين الناس وبعضها، لأن الله نفسه هو محبة، فعايز يبقى فيه جو محبة بين الناس وبعضها. واخدين بالكم؟ ربنا لما أدخل الإنسان خلقه من المحبة، ولما فداه فداه من بالمحبة، ومفروض أن الناس كلها تحب بعضها بنفس المحبة اللي ربنا أحبنا بيها. لكن الخطية هي اللي ضيعت تأثير المحبة. فلما المسيح اتجسد وجه كان عايز يعيد المحبة مرة أخرى. فالمسيح بيفرح لما يلاقي الناس بتحب بعضها، والجسد الواحد الكنيسة كلها زي جسد، الجسد كله بيحب بعضه وبيصلوا من أجل بعض. طب تقولي القديسين الناس اللي سافرت السماء هل دول بيصلوا لنا؟ آه طبعا بيصلوا لنا، ما هو مقصودين برضو بالآية صلوا بعضكم لأجل بعض. تقولي طب دول أموات؟ أقول لك إلهنا إله أحياء ليس إله أموات. طب والسمائيين ما بيصلوا لنا برضو؟ الملائكة بتصلي لنا، الـ24 قسيس بيصلوا لنا، كل السمائيين دول صلواتهم مقبولة قدام ربنا أكتر، وبيصلوا من أجلنا وصلواتهم يعني قريبة لقلب ربنا أكتر. واخدين بالكم؟ فهم لا يكفوا عن الصلاة من أجلنا، ونحن أيضا نطلب صلواتهم باستمرار. ربنا يقول إيه في سفر صمويل؟ يقول أكرم الذين يكرمونني، والذين يحتقرونني يصغرون. فإحنا لما بنكرم رجال الله القديسين إحنا كأننا بنكرم الله نفسه. واخدين بالكم؟ ودي إرادة ربنا إن إحنا الناس تصلي من أجل بعضها. يعني مثلا لما أبي مالك كان هيرتكب خطية في حق إبراهيم أبو الآباء، وبعدين ربنا لحقه، وبعدين رجع ربنا قال له بص خد ذبيحة وروح لإبراهيم وخليه يقدم الذبيحة دي ويصلي من أجلك. شفت إزاي؟ وبعدين أصحابات أيوب كانوا عايزين يعزوه ما كانوش عارفين يعزوه، وبعدين ربنا غضب عليهم في الآخر، ربنا يقول لهم إيه؟ خذوا لأنفسكم 7 سيران وكباش واذهبوا إلى عبدي أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبدي أيوب يصلي لأجلكم. ده ربنا بيطلب إن الناس تصلي من أجل بعضها.
ده كان بطرس الرسول كان يشفي المرضى، ده مش هو، ده كانت مناديله وعصائب رأسه بولس كانوا بياخدوه، هو بولس الرسول كانوا ياخدوها يحطوها على المرضى فيشفوا. واخدين بالكم؟ فنحن نؤمن بالشفاعة، وإلهنا يفرح بوجود هذه المحبة بين أعضاء الكنيسة بعضهم وبعض، أو بين السماء والأرض، بين السمائيين والأرضيين، لما تبقى فيه محبة وصلة ربنا بيفرح بهذه المحبة وهذه الصلة، لما يلاقي أن أعضاء الجسد الواحد يرتبطوا بعضهم ببعض بمحبة ويصلوا بعضهم من أجل بعض، هذا تفرح قلب الله جدا. ونلاحظ كمان في قداس الكنيسة في مجمع، في صلاة المجمع، ان احنا بنطلب شفاعة هؤلاء القديسين. الـ 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 يعني الكنيسة اللي على الأرض بتطلب صلوات القديسين اللي في السماء، وأولهم القديسة العذراء مريم. فهل العذراء محتاجة ان انا اصلي لها؟ طبعا لا، مش محتاجة انها تصلي، ان احنا نصلي لها، ولكن المحبة اللي المسيح بفدائه وضعها في الكنيسة وعمل الروح القدس في الكنيسة ربطنا كلنا برباط المحبة. فالكنيسة اللي في السماء بتصلي من أجلنا إحنا اللي لسه على الأرض، وإحنا اللي لسه على الأرض إحنا أيضا بنرفع قلوبنا ونصلي للكنيسة اللي في السماء إنها تساعدنا وتصلي من أجلنا. بل إن إحنا نجد إن الله بيدفع الناس انهم يصلوا بعضهم من اجل بعض. فمثلا لما ربنا يقول لموسى انه هيهلك الشعب، وبعدين موسى يبتدي يصلي ويتشفع وربنا يستجيب لشفاعة موسى، والاكثر من كده يقول ايه، فنادم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. واخدين بالكم؟ ودي كانت واضحة أكتر في قصة سدوم وعمورة، لما ربنا كلم إبراهيم قال له أنا مزمع إن أنا أهلك سدوم وعمورة. فإبراهيم يقول له يا رب طيب أنت هتهلك الوحش مع الحلو، البر مع الأسيم. ربنا قال برأ وقال له طيب يا إبراهيم أنا لو لقيت 50 بار في المدينتين دول مش ههلكهم. وبعدين ابتدى ربنا يدور على 50 بار ما لقاش. فابراهيم ابتدى يتكسف من نفسه يقول يا انا عمال اكلم ربنا وانا، طب افرض يا رب لقيت 45. قال له عشان خاطرك يا ابراهيم مش ههلكها. وابتدى يدور على 45 ما لقاش. ابراهيم يقول يا نهار ابيض انا مش عارف اتكلم ازاي مع ربنا، طب يا رب افرض لقيت 40. يقول له برضه مش ههلكها. وهكذا لحد ما ربنا دور على 10 ما لقاش 10، ونزل ربنا وأهلك سدوم وعمورة. فهنا ربنا بيطلب بصراحة شفاعة القديسين من أجلنا، وبيطلب صلواتهم وطلباتهم من أجل إحنا في احتياج لهذه الصلاة، ونحن أيضا نتشفع بهؤلاء القديسين بروح المحبة اللي بيننا وبينهم. هنا بقى نفهم موضوع الـ 24 قسيس اللي بيرفعوا قدام الله الصلوات كرائحة البخور الطيبة مع شفاعتهم عشان ربنا يقبلها، ويرفعوا أيضا تسبيحتهم وصلواتهم ومحبتهم اللي جعلتهم إن هم يشفعوا من أجلنا نحن اللي احنا في الكنيسة اللي على الأرض. وبيقولوا ان الصليب مكون من خشبتين، خشبة رأسية وخشبة أفقية، حاجة فيرتيكال وحاجة هوريزونتال كده. فدي الفيرتيكال دي بتشير للمحبة اللي بين السمائيين والأرضيين، الفيرتيكال دي الهوريزونتال دي بتشير للمحبة بين الأرضيين بعضهم وبعض. وهكذا الكنيسة بتتكون من محبة تجمع السمائيين مع الأرضيين، وتجمع أيضا الأرضيين بعضهم ومع بعض. وهكذا أيضا كان رسل المسيح بيطلبوا من
اللي بيبشروهم انهم يصلوا من اجلهم. يعني بولس الرسول لما يقول لاهل كولوسي يقول لهم صلوا من اجلنا، بيطلب صلواتهم باتضاع. يعني نكمل العدد 9. وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. ترنيمة جديدة، طبعا حاجة جديدة، ترنيمة جديدة لأن قبل الفداء ما كانش السامعين بيسمعوا الترنيمة ديت، لكن دلوقتي بيسبحوا الخروف على أنه قدم نفسه ذبيحة. ودايما التسبيح في كل مرة بيبقى جديد، كل ما نقول تسبيحة في كل مرة هي هيها، بس في كل مرة ليها طعم جديد وليها تعزية جديدة وليها مذاق جديد. والسامعين ليهم قصارات جديدة بيعزفوا بيها ألحان جديدة وجميلة ونغمات معنوية فيها محبة وفيها تواضع وفيها وداعة بيسبحوا ربنا. وعرأي القديس أغسطينوس لما بيقول إن الإنسان العتيق تسبحته عتيقة قديمة زيه، لكن الإنسان الجديد له تسبيحة جديدة والمحبة دايما جديدة ولا تشيخ أبدا. نكمل. وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. برضه هنا الملائكة بيتكلموا بلسان البشر، يعني الملائكة لا بقوا كهنة ولا ملوك ولا ملكوا على الأرض، ده هو بيتكلم بلسان البشر. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. ألوف ألوف، يعني هنا رقم 10 بيشير لحفظ الوصايا لأنه فيه الوصايا العشر، فبيكرر 10 ثلاث مرات اللي هي الألف، يعني رمز لكمال الشيء إن هو كامل. ورقم 1000 يشير للسماء والمضاعفات بتاعته بتشير للسماء. قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. هنا بنشوف التسبيحة السباعية، والملخص بتاعنا أخذناه في أبانا، بتاعها أخذناه في أبانا الذي، وبرضو أخذناه في صلاة الشكر. يأخذ القدرة يعني تنسب ليه القدرة، يأخذ القوة لأنه يعني صار ضعيفا من أجل خلصنا فأخذ القوة، الغنى لأنه افتقر من أجل أنه يغنينا. فإحنا بنسبحه على أعماله العجيبة ونسبحه مع السامعين ونعترف بقدرته وقوته وغناه. وليه في هنا تكرار بقى بين القدرة والقوة؟ الفرق بينهم في إنسان قوي لكنه مش قادر أنه هو يستعمل قوته كأنه مربوط مثلا يعني، لكن القادر هو اللي بيقدر أنه هو يستخدم القوة بتاعته. نكمل. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وعلى البحر وكل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش والخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول أمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. تحت الأرض مقصود بها هنا الشياطين، ودول بيسبحوا الخروف رغم عنهم، زي الشيطان ما قال للمسيح مرة أنا أعرفك من أنت قدوس الله. بكده أنا أختتم الإصحاح الخامس. بنشكركم على متابعتكم ونلتقي بكم إن شاء الله في مرات قادمة. شكرا جزيلا.